هل من السنة استخدام السواك باليد اليمنى؟ لا، السنة أن يكون تمسك السواك باليد اليسرى، لأنه من إزالة الأذى، رائحة الأسنان والفم وهذا إزالة أذى، والأذى يزال باليد اليسرى، أما اليد اليمنى فتستعمل للطيبات، للأخذ والعطاء والسلام والأكل والشرب، الأشياء الطيبة في اليمنى، أما إزالة الأذى والقاذورات فتكون باليد اليسرى. نعم.